اللي بيفرق اي اكلة عن التانية هو نوع البهار. هعلمك ازاي تفرقي بين المندي والبرياني والكبسة العادية بنوع بهار بسيط ومختلف تماما. النهاردة هعلمك بهار البرياني. في طاسة هضيف معلقتين كبار كزبرة حب، معلقتين كبار شمر، معلقتين كبار كمون، معلقتين كبار فلفل اسود، ونجمتين ينسون، وعشر حبات قرنفل، عشر حبهات هيل، اتنين عود قرفة، نص معلقة جوزة الطيب. ودلوقتي هنولع النار، وأول ما هشم ريحة البهارات هشيلها من على النار، وهحطهم في المطحنة ونطحنهم مع بعض، وهحطها في برطمان. كده احنا نكون خلصنا بهارات البرياني. ضروري جدا ان انت تعملي كمية صغيرة مرة بمرة، احسن ما تعملي كمية كبيرة وتحفظيها فترة طويلة فتضيعي على نفسك طعم وتحمصة البهارات اللي هتفرق معاكي في كل اكلة. وتابعي الوصفات الجاية عشان تعرفي هتستفيدي ازاي من البرطمان ده. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.